السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم الاسبوعي هامور ثنك. هسا نفذك الملف ندوث ان تنسيقيث الحريات الانتقال الديمقراطي ويجين الندوث ويحضر ذيش اكثر من 400 شخصيه سياسيه، شخصيه وطنيه تاريخيه حضرن ذي المؤتمر ريا ذي زيرالدا غرب العاصمه، غربنا الجزائر العاصمه، وارقن في 6 توصيات، 11 توصيه، 11 توصيه، كل توصيه وتلاف الجنب الاجتماعي، الجنب السياسي، الثقافي، وتلاف الحريات، وتلاف الجزائر ذي المرحله المقبله، وتلاف التقييم من الوضع ذي الجزائر، ذي السياسه، ذي الجنب الاجتماعي، ذي الجنب الاقتصادي، الجنب الثقافي، الامور هي كل ندرس ذي الحصتي النغ، واذن لنغ نجيون سي اوكرانيا، سي الجزائر، نبدا في سي رمضان او رغس الوين المركز اللوراس سي رمضان نرحب بك. أن ثلاثة أسف الملف هي الندوة اللي انعقدت في زيرالدا غرب العاصمة في خصوص الحريات، خصوص الانتقال الديمقراطي، ما تلقى رأي ثنك في الندوة ثي؟ الندوة اللي أنا سوانت في زيرالدا ايه؟ يعني هذه علامة باللي المجتمع المدني والقوى السياسية، يعني الشخصيات النغل ومرت النغل نجمن هذا الاجتماعين وذلان وذناقشن المواضيع، اهم المواضيع اللي امام التاريخ الجزائري، رغم ان السلطات يعني خصنا شاتنوش التصريح روح خارج العاصمه في بيزيرالدا، وهذه خطوه يعني الخطوه تم زواروت مشان ان سن باللي تزاير رغم كل المسائل والعقبات نتمنى اتخطان عتبة الصمت وذبذون اتخذ منها امور نشني نسن باللي القد وسين شخصيات مهمه غسن اثر البصمه في رسم الخريطه السياسيه الجزائريه في وليد حمروش من جبهه القوى الاشتراكيه الفيس جبهه الانقاذ الاسلام الفيس الاستقرار الكفايين حنا ما غفهم البدايه لان اهم شيء البدايه كي نبداو يجيو يجلبوا يعني استقطاب شخصيات اخرى وخاصه الشبان اللي عندهم طاقه كامله وطاقه وقدره على استيعاب وعلى المسائل وهم الامل فيهم لان السعه كما نقولوا احنا لو بوتونسيال لازم يكون في الشباب، لازم احنا نحاولوا ما نجوش هذا الشخصيات اللي هارمه يعني بعد 10 سنين ولا 20 سنه تروح من الساحه، لازم تكون تابعة على مستوى الجامعات، المدى، المؤسسات التعليمية التكوينية وحتى في الخارج، لكن كان إمكانية لجلب طاقات من الخارج اللي عندها إمكانية مش تقدم من إمكانياتها. نعم مسير رمضان هنا قارن رمضان نعم نهني نقارن الانعقاد الجلسة هي ذي العدد داير 400 شخصية سياسية تاريخية وطنية في حد ذاته قارن ذي الإنجاز ذا مقران مكشا ذي قيم لا رسيدي إذن الفيس إذن لفافاس إذن الشخصيات اللي نخسنش الإسلاميين خلاص إذن الشخصيات خلين اللي خسن الجهوية خسن القبائل وكثير، لكن قارن اللي قياد اللي قاد الإنجاز التاريخي نتصاب عشان ان نخدم هامورت لازم نبتعد في نوخر يعني نبتعد في الامور الهامشيه يعني الصبغه الايديولوجيه العرقيه ولا القراءه التاريخيه للجزائر ولا الاختلافات ذات الطابع الثانوي، يعني نعتبرها واحد يقول لك هذا عرب هذا مازيغ، احنا كل واحد عنده قراءه نتاعه، ولكن في مقومات اساسيه وهي الـ 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 وحدة التراب الجزائري هذا شيء مقدس، ان السيادة الجزائرية رفع من مستوى الرفاهية تاع المواطن، التقليل من الاعتماد على واردات النفط والمحروقات هذا شيء استراتيجي، مش ما نكونوش شعب مستهلك عايش غير على رزق الله يعني ما تأتي به الأرض وباطن الأرض، وكذلك الاهتمام بالعقول الجزائرية لأن رأس المال للجزائر الان هو الاستثمار في العقل الجزائري والسواعد الجزائريه، باش ما ناكلوش الشيء اللي صنعوه في الصين ولا في اوروبا ولا في كندا وعايشين يعني على بارك الله، لكن هنا ركزنا الاكل نتاعنا واللبس والشيء اللي نسجوه
ونمشيو ونركبوا السيارات والحافلات اللي ينتجوها العقول والسواعي الجزائري. همشي هذه هي الامور لازم نتفقوا عليها. اللي كان دخلوا في الديماغوجيا هذا اسلامي هذا اشتراكي هذا شيوعي هذا ملحد ما نخرجوش منها. طيب في دائره مغلقه الى 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 الابد. سي رمضان نعم هنا يجين ذي ندوثي يجين 11 من التوصيات سي رقم واحد غير رقم 11 قارن ذي التوصيات هي مواصلة النضال ذي التوصيات أمزواروث مواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختبار حكامه في اختيار حكامه وممثليه وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم. يعني ترى الصح ذي الجزائر ذي المرحلة المقبلة يعني أدياس واس الشعب ذي راقب المسؤولين وينحاسب. نتشمك قلق باللي هذا امر نوعا ما ليس يجب يعني قابل للتحقيق في المستوى القريب يعني او حتى المستوى ربما قبل بعد يعني شي جيل راح يمشي يعني 30 40 سنه. لكن اهم شيء زرع البذور بذور الخير وبذور الخطوات الحقيقيه. يعني مثلا انت مش يراقب الشعب على الاقل يراقب المجالس البلديه والاقليميه اللي انتخبها يراقب المؤسسات السلطه التنفيذيه على في الموجوده في على المستوى يعني يكون تفعيل النقابات تفعيل عامل المجتمع المدني. ما نقدروش حنا نراقبوا لا الرئيس ولا الحكومه ولا البرلمان. هذا واضح حنا رانا في ازمه ومرهونين باللعبه الخارجيه او لعبه المافيا السياسيه. لازم حنا هذا الشريحه تروح تشغل كي السرطان على جسم الانسان ولا على وكي تجي الحقبه المقبله قدروا نفرزوا هذا الحلول. ولكن على الاقل على مستوى التمثيل المحلي والسلطات التنفيذيه محليا انا شايف باللي هذا القوى السياسيه وهذه الشخصيات تقدر تفعل المجتمع المدني ولا النقابات العماليه ولا النقابات المهنيه باش تكون مراقبه. يعني الواحد يراقب البلديه نتاعو والدائره نتاعو انا اظن هذا الشيء ممكن. وتفعيل الصحافه اللي كاين الصحافه والاعلام يكون لها الدور الاساسي في كشف الفساد وكشف نقاط الضعف تاع السلطه ولا تاع النظام. وهتكون بدايه يعني انا اظن هذا الحوار اللي داروا في الجزيرة هذا شيء مهم. نعم راح تكون نقطه بدايه من اجل الحوار بين مختلف القوى السياسيه بغض النظر عن الاختلاف الايديولوجي او المذهبي او الطائفي او العرقي او القراءه التاريخيه. لكن اميره هو اميره قرن رمضان بالنسبه للسلطه قرن يا هبابيه لان يجينا ندوث تبع عندي سياسه الكرسي الشاغر. يعني خصنا الكرسي الشاغر نعيض اسن باش هداسن هذا شارك نيذ نغذي الاستشارات هاي الدستور اذن احمد ويحيى ودوسينش ني قال انتخابات وخصنش هذا شارك وذعان في المقاطعه باش الشعب يروح يشوف فوطاش اميره راح يجينا ندوث واحد سن وقارن باللي الاصلاحات هي البرامج هي السلطه كل فشلن. يعني يايا وتروحانش بعدن يعني تروحانش غير زداف لازم المعارضه هي التاسد غير السلطه والتحكيز ذي الموقف ذي الموقف السلطه. انت ما يجي تقلق اي تحرك سياسي على هذا المستوى يعني مستوى وطني اذا فهمنا بلي كان الاسند الشخصيات ضمقانا لازم بدون حوار مع السلطه مع المطبخ السياسي اللي يعني اللي يطبخ القرارات والحلول ما كانش ما نقدروش نتحركوا. لازم يدخلوا في حوار معهم يدخلوا في يديروا خارطه طريق مشتركه. ما يهمش يعني مقبول يعني هذا النظام غير مقبول لكن يجب التحاور معه بطريقه او اخرى لان رفض الحوار هذا يعطي فرصه للنظام لكي يمارس يعني السياسه تاع السوفيه والاهمال والتهميش. يقول لك انتم عرسوا كما تحبوا احنا رانا ناكلوا من بواطن الارض وخيراتها. لازم ندخلوا في الحوار ونتركوا هذا الحوار أجندة الحوار ونتائج الحوار أو محاور الحوار تكون مكشوفة عبر وسائل الإعلام سواء داخل البلاد أو خارج البلاد لكي الناس تعرف واش راح ما يحكى وما في 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 أروقة التفاوض السياسي الوطني. بارك الله فيك سي رمضان يعطيك الصحة سي رمضان أوراق أسلوي المركز اللوراس يلا يذنغ سي أوكرانيا سي كييف العاصمة أوكرانيا. بارك الله فيك جزاك الله خير سي أن نولى أميرة غير الجزائر ونسل الرايشت نسل سعيد زيدي عضو من الشعب الولائي والناشط الحقوقي والميداني. سي سعيد ما تلقى ثنك سي الندوثية لأن عقدينيت في زيرالدا ذي الفندق زيرالدا
مازافران حوالي 400 شخصيه حضرا الندوثيه، الا السياسه لان باب الاقتصاد من باب النشاط الحقوقي من باب من التاريخ باب الشخصيات الوطنيه السياسيين كل حضرا ذي الندوثيه ويقين العريضه يقين ارضيه يقين خارطه الطريق سي الجزائر مكش تروح غير المرحله المقبله. متى القراءه انك في الندوثيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد اتمنى زوج الاول. الله يبارك فيك، شكرا. والله الندوثيه لاني جينيت في ميزافرون تات يعني الندوثيه راهي تحلى. وما خطيليش خط الطريق اللي جيت جينيت لجنة الانتقال الديمقراطية ترمي الترف يعني الترفيه الدول السلطه يعني الترفيه الاعتبار والتكل. التكل المحاور خاطر على بالك باش نقار سياسه الاقصاء تداوي دوالوا. مادام فينا كاين محفوظ الحلاح رحمه الله. ايوه. ينا والو كم قلت تاريخ ينا الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع. بصح. ما لنا غير شنين عنو كاس 50% والنتج 50% وني غنضطر فينا نغورينا النتو خلاص كي شغل ما عنده شيء ما عنده افكار ما عنده لا تا يبتدريش. معليش المسعود هنا الدستور عاد ناقش ومسعود هنا لجنة تنسيقية الانتقال الديمقراطي عاد ناقش ولا قلنا بريدي لنا هذه الشركة الجزائر في الأزمة بريدي لنا هذه في الآفاق وهذيك الدراسة الاستراتيجية باش نقيري من خطأي من عشق زريد يعني إمام المعارضة على اختلاف من الأنواع النسي لا الرائكي لا الديمقراطي لا الليبرالي لا الإسلامي ولكن جاء خلطت الحاشي لأنه الحاشي ما تعلق في الجزائر باش البنان الجزائري جينا بوس بوس وشنين شنين ساعة شنين ماذا بينا التيري الأرضية اللي هي التنسيقية تنسيقية الانتقال الديمقراطي ومش ودة الدستور إذا لقيت السلطة أنا قلنا بعرفت أن سير عرفنا كما نقولوا احنا سير مقترحات سنين وهذا الجنس التوافقي لا يقصى ان جات ايمن مثلا باش توقف العمليه ماشي مثلا ان نرفض البرنامج التنسيقي عند السلسله هذا صحيح مي غنرفض وانا مش مدة الدستور وانا نرفض صحيح شنين ماذا بينا شنين كمواطنين يعني كنشطاء سياسيين حقوقيين في هذا كيش الشيعه شنين ماذا بينا ديال التوافق جا من السلطه من المعارضه خاطر شنين ملاقي 2014 العالم يتبدل العالم ولاد القراش طمزيانت ما بقاش منها اني كان الناس كلها اني القاعده رايك صواب يحتمل الخطا ورايي خطا يحتمل الصواب سعيد انه قلت القاعده يعني ولكن سعيد واللي شي كبيره وعاد ما يصدرش الموقف الرسمي النهائي سندو ثيا سي السلطه لكن لا عبد القادر بن صالح هي الرئيس التجمع الوطني الديمقراطي يظل نشقر ربما هزريضيث ينا اهباب الندو ثيا ورعاد تيكن دي السياسه لا كل شيء لا الانتخابات خصهم يشاركن يجي المقاطعه الناس نحمدو فيها تعالوا باش نقل استشارات الدستور قارن لا يعني قارن اهباب الندو ثيا تيكن السياسه الكرسي الشاغر والكرسي الشاغر ما ينفعش الوطن متى القراءه انك التصريحيه؟ لا انا بن صالح تسمى كشخصيه الوطنيه تسمى رئيس حزب تعرف افكار الناس ولكن انشكرك ولكن نخلط بغض المرحله ان النهايه لازم المعارضه تشارك في الخطاب السياسي وتشارك في بناء الجزائر نعم. والسلطه كنت تشارك لا للاقصاء الناس لا غرايا والناس لا غرايا باش نجم نقير انشكرك وليني لازم محفوظ الجزائر حررها الجميع يبنيها الجميع، علاش انه قال لك ماذا خطا سياسه الاقصاء الاخر وتصلحش من الطرفين انه المعارضه وتسالش السلطه والسلطه تسالش المعارضه لا لازم يولي دستور توافقي معليش نروح ندرس الدستور وندرس المسوده اذا كانت الجماعه التنسيقيه الدنيا ونقل الحوايج اذا هذه بعد المجتمع إذا معناها معارض من اجل مصلحه الجزائر ومن اجل مصلحه المواطن معليش بصح ما اذا كانها معارض من اجل المعارضه هو يدعم
طيب مدام 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 اسي سعيد مدام مدام مثليث في المصلحه المواطن ذي راي انك متى لازم اذيقن يا هباب الندوث يعني ترى ذي قيم دائما ذي لو تلاثية ذي الفنادقية تقن ذي الندوث ورا الندوث نيغ لازم اذروح غير المواطن واذو ثلاين في الثقة اللي يفقديث المواطن سي السلطة سي الحزبية ويخش السياس خلاص متى في اللسنة ذي الهباب الندوثي باش هذا قنعا الهبابية في الافكار ينسن والله انت شلتني وتريح كيش القنوات وتريح غوالت ايمانا ما ايه سواء السلطاني المعارضه، المعارضه لازم تدي التمويل العبادي لان غسلنا الوعاء الانتخابي وغسل الوعاء الشعبي القران، سي الحزاب القران. وبدنا واش نشنين الحزب لان غسل ريجيستر كوميرس، قال ريجيستر كوميرس. سجل تجاري. وانت تمثل سي ويمان، شنين مثلا امين عبد الروح مثلا، امين الشخصيات اللي حضرت، لا الشخصيات اللي غسلت التاثير ديال المجتمع. نعم. مولود حمروش غسل التاثير ديال المجتمع. بن فليس غسل التاثير ديال المجتمع. مقري غسل التاثير ديال المجتمع. المهم الطيارات ديال ولا الطيارات ديال الاحزاب ديال مثلا يختار ديما تبقى معارض ما خصك تبدل انه كير امين انت خسابيني لا معارض كيظلني انا وسيانا امين مثلا باش نبنى ونكير ونخدم حاجتي لان توكير قد قد السلطة لازم السلطة تعيب الشخصيات هيا وتكس الإقصاء والمعارضة ما ماشي كل المعارضة مير تكس ما من أنا جي جي أتيك أمكم قرش من أتيك ما شو تسري وتضعي لا مير ما دام من دينا سنتين مسودة الدستور هذا سنة بعد نقش الدستور ونفرض رأينا كنانين أنه السلطة تبني أتناقش ال ال الشيء اللي هيك المعارضة باش خدرنا دوكير مير ما يطلع إمارة ما خدناها كدينا، إمارة إمارة الجزائر ديال وقتايا تحتاج شوف هلوان سكون حتى جاي الجزائر ديال وقتايا، هلوان سكون خاطرش ندير مرحلة خطيرة على بالك دول الساحل غير ما دول الجوار حروب في المنطقة غير ما كدير حوايج كدير مثلا جديد طيب ويا 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 سعيد يا سعيد يمين شي شيء يبقى أنه بس عندك ويا سعيد في باب السياسة ويا في السياسه ويا سعيد في باب في باب السياسه يعني ترى المواطن يعني سالي غير في المواطن متى ما نيك في المواطن باش هذه يقتنع الافكاريه إيه ما خصنا نشرحنا القضيه من المواطن لازم هو انا عمل انا المعارضه تودع التودع غير المواطن ما تخص المواطن وما تخص الجمعيات الفاعله ايوا وما تخص الجمعيات الفاعله كاين المجتمع ولازم يمير يمير ما خلاها كاين يمير سواء غراني وغرايا لازم تتفق يمير خاطر اش ندير 2014 شكرا التحديات العالم ولا القريه الطنزيات لازم لازم عندنا هو مواطن ونرفد الشخصيات ونرفد ونرفد المباني اللي نغرسنا افكار جديده ونحاول ان إمير عابك اولا ما تهنيك تمنيك اولا اولا الساعه انك انك سياسه التسامح ايوه وسياسه تقبل الاخر نعم ما غلطها كاين غير تغلطك ماشي انت هذا راه تو الزعامه النرجسيه راه راح شركه قيل في 97 ويقول لك سير فوتو إمير الحوايج كل زمان تمنيك إمير العاتب ممكن انه المعارضه الخطفيه ديال الحاج تحلى انه تلقنت الافكار كلها تلقنت ايضا بالنسبة للسلطة ممكن السلطة لازم تعيض ودنايا وقم كي طاولة الحوار والمعارضة تقبل في الأفكار من السلطة والسلطة تقبل في الأفكار من المعارضة باش النجم النكير يمين قرا أولي قرا لابد أن تكون هناك شعرة معاوية بالضبط يمين ما إلا غير نبي شعرة معاوية لا يمين سبحان الله العظيم أي صواب يحتمل خطأ ولا خطأ يحتمل صواب يا رجل لازم نوايا النكير أما النكير بريد وهذا بريد يمكن يجي قبل 54 يا خالد بك نعم قبل 54 كل واحد يلغي بالغاء الشيوع يلغي بالغاء وجمعية العلماء تلغي بالغاء والضباط الاحرار وكذا ولكن من بعد جوز رينا الهدف في الجزائر توحد من الافكار داعي كان يستجيب هذوك يردين كنا شنين اشنين يميرا باش نبدا 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 نوكير نبدا نوكير تسمى سي المنطقه القام زوال وبعد نبدا نوكير لا تيميرا يميرا الافكار المعارضه بحالها عناوي والافكار من السلطه السلطه ماشي مسؤول الدستور كل بوحدها لا وماشي الوثيق ديال انا كينيت كينيت تنسيقيه التيار الديمقراطيه بوحدها لا هذا وين هذا وين الافكار النوره وهذا وين الافكار الكره هو كم طويله هو الحسبن
ود السرقن ود السرقن بريد هذيك انا بريد اذا هذه وكيف الناس الكل نعم بارك الله انا انت شي مالا من نشط حبك انت ماذا بيا انا انت شي هذي الشيء اللي نخسر من الشان المهم ممكن يشاطرني يشاطر يشقير رأيه وممكن يشتروا شيء بس المهم سياسة الإقصاء من طرف نزمة نكس المعارضة تسلي السلطة والسلطة تسلي المعارضة باش ننجح من هذو غير نوض واحدة من الأفكار وهذو غير نظام بعض الأسر ما خصنا الجزائر تنجح بس حمينا نشك أيضا مثلا قد مدة يعني يعني الحكم من الدستورية باللي إذا الفاشل تسير الأول لا لا نعم فين نعم لا لا الإنسان اللي يحكمش في الفاشل من نهار الأول أخويا نشد روحه والقيم غير تسقي الطاولة والاقتراح وشو شو المعطيات وين انت مادام ما روحش وتقرا تقرا الاجتماع كيما زابرون وتقرا الوثيقة واحدة لا لا معليش تقرا الوثيقة واحدة شتمد الوثيقة وين السلطة والسلطة يشوف شنو الدستور تناقش وما تناقش في الحاجة اللي انت تصحيح الحاجة اللي تخدم دايرة النيك بارك الله فيك سي سعيد يعطيك الصحة سي سعيد زيدي الناشط الحقوقي وعضو المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي جزيل الشكر لك سي سعيد إميرة مشاهدينا نروح غير الفصل غواد نول
واش راك سي عبد الحميد؟ اهلا وسهلا استاذنا، واش راك؟ لاباس اخويا، واش حوالك؟ انت بخير ان شاء الله؟ ما عليك ماشي بان. يلا بعد دقيقه دقيقتين تتدخل معايا باش نحكيو شويه على الندوه هذيا. الندوه يا جين والسنا. ايوا هذه جيرالدا. خلاص يا اخي ديني ما تخسرني ما تخسم. لا باش ما تخسرشك. داكور. خلاص خلاص هاي تفضل. اهلا وسهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتحدث عن هذه الندوه، ندوه القريناس، ندوه الانتقال الديمقراطي والحريه في الندوه ثيلاً عقدينيت في الفندق زيرالدا غرب العاصمه، حضرينيت حوالي 400 شخصيه، سي شخصيات وطنيه سياسيه تاريخيه، ونرقي اني ايضا الاحزاب لان حضرا حماس، النهضه، الار سي دي، حضر سي علي بن فليس، مولود حمروش، شخصيات لان رؤساء الحكومات الزمان، هي كل حضرا باش مثلا المعارضه، معارضه للسلطه، قارن باللي السلطه اخساتيك الراينس، ولكن المعارضه لابد ان تاخذ موقف لحالها. هؤلاء كلهم خرجوا بتوصيات، 11 توصيه، وكل توصيه خاصة بمجال معين، بجانب الحريات، بجانب النشاط السياسي، النشاط الاقتصادي، لابد من الذهاب للمرحلة المقبلة وغيرهم. هذه المعارضة العباد قارن قيمن إذن بعضاسن ويذ الإنجاز. علاش قارن الار سي دي مش هذه قيم إذن الفيس، الفيس مش هذه قيم إذن الافافاس، الافافاس مش هذه ملقى إذن علي بن فليس وغيرهم. يا كل ملقان ذي مكان إيشت، مكان إيشت ذي زيرالدا ويذ الإنجاز أمقران. ويسبقش التاريخ ما يكتب في المعارضه ان الجزائر التقيم اما وتمنى وتفذك النقاش في المواضيع السياسيه الاقتصاديه وغيرها، لكن النقاشين اللي ذي مؤتمر زيرالدا العباد لاباس قارن باللي ذا الحدث التاريخي، ذا الانجاز التاريخي، خاطر وثلاين في السياسه، وثلاين في السلطه، وثلاين في الحريات، وثلاين في المرحله المقبله للجزائر. الا اذن سي عبد الحميد شيبه. سي عبد الحميد. نعم استاذنا. متى راينك ذي الندوة يا سي عبد الحميد، الندوة الانتقال الديمقراطي الحريات، قارن ذي الانجاز مقران، قارن باللي ذي القفز مقران صغير باش نروح بطش تروح الجزائر غزداف، لكن السلطه قارن هي هباب الندوة ورعاد تقن الكرسي الشاغر، ورعاد قارن تقن السياسه سلا اف، لا الانتخابات لا الاستشارات ويا وتوصلش الجزائر الخير. متى راينك انت سي عبد الحميد؟ والله استاذ عثمان يعني الشيخ تيلان اللي قضيت التصحيح يعني داني نخلص غير المورايا يعني باش المعارضه اذملقن اوكل. ايوه واذملقن في الجزائر ماشي في برا. اها يعني سيكلان تغوصات حنا لاباس لاباس. نعم حنا لاباس لاباس يعني باش الجزائريين يمير فهمن يعني انني عم هو مزاني لن يرقسي الروضه التحضيريه يود السنه الاولى الابتدائيه. فهمني ميرا باللي ثمور ثيان الجزائريين كل ولاش حد الا هذيك سد وسيني شكون غيرش الحق التليل. نعم وليت تنجم حتى تخطرش ثمور ثيان نغو كل. نعم مادام ربي خلقها نغديتو كل يسمان نغو كل. فيا تخوص يعني تحلى اداني قدرنا ذم لقان. الحقيقه نتش يعني مكش تقال غديس انه معليش المعارضه في قاد قوسي احلان وكذا ولكن السلطه حتى انت في قاد قوسي احلان. ما تيلين قوسي احلان الناس سجا 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 المعارضه في ملقا في ملقا دي لوتيل مزافرا. ايوه مزافرا يتبع وزاره السياحه، وزاره السياحه
تبع سلال وسلال يتبع بوتفليقه. يعني لو كان خصنا نتناقش واش نمشيو تمشي الترخيص هذا الملقان يعني. ايوه. يعني حتى السلطه الثمينيه باللي لازمس تكس سي 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 خشان نخنف. وبالتالي تشافن الترخيص. وثاني حتى السلطه يسمى تفهم باللي لازمس المعارضه اقوال باش تعاونيت باش تاتي لي تعاونيت مليح مليح باش تقيم الحكم المدني باش ما تديش اللي يسمى الانقلابات العسكريه. لان السلطه الحقيقه يعني تبدا ذي الحكم المدني ولكن نفهم باللي وحسوا التقديرش. سجل المعارضه يا تكبر المعارضه وانت تعاونيهم باش من القانون كل باش مش المعارضه المعارضه تقصد شتي لي يد السلطاني ولكن السلطه غير الذكاء الكافي باش تقيد المعارضه اقوان باش تعاونيت باش تقيد الحكم المدني واللي تديش اللي يسمى الانقلابات. رغم ان يعني السيد حمروش دائما وما فهمش المرثاه ما هي الا ذا وكيل يرزي في مكاني العسكر الديمقراطيه يعني وما فهمش ما تيخسرش في اللسن وما فهمش كاين غير صح وهذا الشعب اللي فهمش مكش حمروش يرزي في العسكر ريلي للديمقراطيه يعني ريلي ذا شريك معليش اذيلي اذي عس ديمقراطيه معليش بصح انت ذيلي ذا شريك ماهوش معناتها معناتها انت ذيلي ذا شريك لازم تيري الوزاره في يد النص. نعم. يعني نعاود زيرو يعني انت قلا تنخش. خاوتي لان الحقيقه لان سجلت تحلى هذه الدوسايا نظرا باللي يعني لان جماعه الجبال الاسلاميه يعني حضرا لان إيه ماشي حضرا برك وانما حتى الا ندير خارج نصرى ومثل احمد الزاوي يعني أيوة. ماكش يعني مراجعه فكريه عميقه غير لاني من قبل الثاني اللي قالت لازم ما تكسم السلطه في المظاهرات شغيل لازم تكسم المهم لازم اسقاط النظام وين راي قال يعني لازم المعارضه ما تضعفش ما تسعاش الى تضعيف السلطه كما لازم السلطه ما تسعاش الى ضعف المعارضه يعني تاهي تروس تحلى لاباس نظريت يعني ماكش عجبات الحال مليح مليح كي ملقى يملقى عليش الدين تاع سعيد سعدي ويعني وكون احمد الزاوي يزغرف لمده توقران في وسط الممسلام رغم انه انت يعني لا قبل تعرف مدني نزرك بلي ذا الخاين ام كي لقى ام كي قال مصالحه عيد العسكر الا قال الهجوم في بوخمخم باش تروح اشغل السلطه كذا 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 يعني المهم هي المراجعه فكريه تحلى الداني ولاني ميراث فهمان باللي لازم نلقاني العباد الكل ولازم ندوس عن اذمار نسني العباد الكل. تلقاو سي انا ما تعجبش ذي الندوه ان الندوه يعني للاسف الشديد هي اللي نستعذنيت هي اللي نقومنيت هي اللي وسنيت وتقدمش الدعوات الى الاحزاب الا غير السلطه. مثلا احزاب الموالاه. احزاب الموالاه. ايوه. يعني جبت التحرير ذا الراندو ذا التاج ذا عماره بن يونس يسمى هنا نقارن باللي الجزائريه نغوكل وحدو تقش الاقصاء ونحن نروح نقينا الاقصاء وسنا غينج. بالضبط. يعني فهي تغوص يعني الحقيقه نسجلت وما تعجبش يعني. انت لا يذي مشى قرينا شويه محسن بالعباس لارسيدي نيغاس مغف وتقيمش الشعر في معاويه اذن السلطه كمي سكر من البيبان ذا الطيق وكل مكشا تأذي لي الحوار اذن السلطه متى يجاوب انت؟ الجواب انسي قارل نمشي نبار سي العباذية وغير نغش الثيق سي السلطة غير نغ الاخبر الافكار نس طموحات نس المناهج نس اذيق الاشتغالات الورشات نس سد دستور نمشي غير العمل اللي نغ للاسف اللي جايه الاحكام المسبقه عما قصرين الانقلابيين في 92 ام كيف من ماهت زربنت قيم الانقلابي جماعة الفيس من هنا ما تحكمش سنين بلي اسمنا تحكم وثلث نمشي الحكم يعني الاحكام المسبقه يصير البعيد والعام دي العقليه الجزائريين نظره ثانيه صحيح العقليه ثاني الجزائريين وتمكيش
نظرة مكشا سلال يعني يجاوب التوتوي تمك في الندوة يولينا لا لحل البرلمان لا لعودة الفيس لا للعفو الشامل لا 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 لا, لا. يعني مكشا يجاوب علي جد يعني ذي الحدث الموقع الحدث الإخباري الناس حتى نشيون تستعرف لا السلال لا ويقين سلال يعني الحقيقة يعني العقلية الجزائرية الخشنة يعني تنيذ ذلا بقار يعني نبريد يعني ولاش المستوى السياسي يعني الدبلوماسي يعني العقلي وبالتالي انه قلب اللي الجماعة غلطنا نكوسنا غينج ومن الجماعة الندوة معلش والعام الحال مادام خصني هني هذا تواصل نيد السلطة تبنيت باش نروح نديريكت لهني غير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ما تصلحش اذا لازم نروح للحزاب الموالات لازم نبدا نيد الحزاب الموالات لازم فهمن والجماعة الندوة شنو تبنى نقدر طلبنا الفترة الانتقالية يعني انت طلب تعجيزي طلب تعجيزي وكأنه بعد انشنين لنا بلك جينيت استراتيجية اللي رفع سقف المطالب باش فهم قاروا السلطة تقبل بلية الانتخابات شفافة ونزيهة وذق الموكشان اذقن الوسائل انه يبتليش التصوير بالانتخابات يقول لان الفترة الانتقالية في الحقيقة وتساعد لا السلطة لا المعارضة لا الشعب لحتى الحد لان الفترة الانتقالية يعني حدوث يقبل يميرا. طيب متى رأينك ذي التوصيات في خصوص المجال السياسي والتوصيات في المجال الحريات يعني معليش نشني المهم بلك يسرى المعارضة يعني تملقى أكل ذي الصورة تملقى أكل نيرة نيرة التوصيات كل شلال يعني معليش ولكن المطالب أمكنان الفترة الانتقالية يسمى مستحيل لأن مستحيل الرئاسة أو السلطة أو لا قبلا باللي خلاص هي نكسر سيدي الرئاسيات أنك شكل شر واحد أروح تيد سيدي أنك فترة انتقالية ثقل تهتمن وتكمل الرئيس يعني في مطالب إحراج ومطالب مستحيل تحقيق يعني نعم يعني بعبارة أخرى هذه المطلب هذا مطلب تعجيزي تشوفه أنت بسي عبد الحميد نعم مطلب تعجيزي ومطلب يعني إذا ما كانش القصد منه هو رفع سقف المطالب باش السلطة تقبل أنها تروح إلى انتخابات إلى برلمانية مسبقة بضمانات وبأساليب حقيقية تضمن عدم الظهور هو يخلط الجواب من السلطة يظل سي عبد القادر بن صالح هي التجمع الوطني الديمقراطي الارندي يقار العباده الا نيجاني الندو تغرد من خارج السرب قارن غرسن فقط لا 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 فرق وغرسن سياسه الكرسي الشاغر ويا ذا الجواب من السلطه افتين قال يعني لو كان لغى ناس الخير لو كان لغى ناس نحن تحضرني في الندوه وتديش هما الجواب شكويلني ويلني سحقرهن وسني لغيش وزيدي شي سنة ما تابي رجع أذيني عبد القادر بن صالح إيه ولا غير غسل الحق ونشني نغلط ولازم أروح تيد كنو نادي حكمان ونشني بالغلطين لا لازم هذه جاوب هما وبالتالي يعني لازم تزربن جماعة الندوة لازم تزربن تسويت ومش تحت الاعتذار ما فيهاش عيب لازم تزربن تسويت وتروحنا التصنيف سن باش ينموس حسنش باللي كاينه جبهتين كاين الموالات والمعارضة وباللي لازم تجبد السيوف النسنيين وتجب ذنيين وذم لقان تطرح بارك الله فيك سي عبد الحميد شيبة الناشط الميداني يلا إذن غسيباتنا الشكر أمقران في لك سي عبد الحميد ونبقى نقيم ذيباتنا باش نسل الإمير الرايش سي عبد المجيد الشليحي أحد مناظري الجبهة الإسلامية الإنقاذ سي عبد المجيد ما تلقرأ ثنك سفرنخ في الندوة ثيا ندوة الانتقال الديمقراطي والحريات والحزب منكم الجبهة الإسلامية الإنقاذ يحضر وقرن يجذب الانتباه يجذب الأنظار الناس لبس في الجزائر خارج الجزائر قرن مليح أنه الحزب يعني الفيس يحضر الندوة ثيا غرس لباس التسعينات ويحضرش مؤتمر نغلقة أم يحضر ذي جيرالدا ويشال كلمة ثنس يعني اي بارك الله فيك يعني انسين هذا يعتبر على الجزائر قينا مايا على كل حال ويا الخبر ذا الجيل يسمى انسين ذي الفيس الانطرة جريس على كل حال بانس يعني ادي السرق الخبر بل بس حما انسين ذو الموشة ذوي الانطرة جريس كل انسين نقدم نعم سيني الفيس مش مقدم نتصل في بعضنا أن نتعاون بعضنا ندخل لدي مناظر لجيل تعدان
تنظام وامور تاعنا او كلها كاسي ما عادش ليش هذه الكتابه نير دواسه نير دينغيش والجلال دير واك لا والو تملاقى دير دير عراس تملاقى للمساجد تملاقى للقهاوي تملاقى للجنايز تملاقى ماني نفى المناسبه الا وانا ملاقى وانا وصلوا عظاما وانا ونسدى الشيبان جديد ونسدى الاولاد اسرائيل جديد الفيسي لا يلا وما تبقاش الا خلاص واما هذه الحركه هذه يسمى يعني مش قرشين المنظمه الجماهيريه هذه اللي ملوم المرضيه المجتمع المدني على كل حال مليح هذا هو ماشي نرحب بها بصح وتعواش لك بزاف بزاف. طيب متى قر العباد متى قر العباد ذي باتنا ذي بواقي ذي تبسى يعني الشارع الجزائري متى يقار في الندوه ثيا لانه العباد اللي تيق السياسه ديال الجزائر قرن ويا العمل لاباس به لكن ذا دروس لازم نروح نغر الجمهور لازم نروح نغر الشعب هذو ثلاثين اذن العباب ذي اضرار ذي تبسى ذي باتنا ذي الغواط باش تفهم العباد هيا في الافكاريه ما الجزائر خصها تروح غير التغييريه مكشا لازم هذي يفهم العبد. هي دوكا مكشا افكار في حلاه بصح راه الفيس راه تبدل الجزائر تبدل الجزائر تبدل وضحر جنين يعني حقيقة عربي سيني وليش مدعو الاعتماد رسمي وتجيش الحور كلومال وإنما الحور كلومال الضباط قرران لي تحكي ذراعو تحكي الدو على كل حال كيما هذا الرفض وكيما هذا البركة وكيما هذا الأمور ذي كلها على كل حال في هذا يجيهم بصح مشي القرار نتمنى يعني يقولون انه اللي أنا ان شاء الله هدية الخير جديد ان شاء الله رغم نعمل اللي حلا باللي هذا النظام يا ها اذا كان يعني ما تزولش التضايع تاعو كيف يقولوا تزول الجبال ولا تزول التضايع يقف الطبيعة ديما ديما انت تغنى الناس ديما انت يكرر فيه ديما انت يقار ولا شو في سايو ديما كذا ولكن لا لا تلا تلا يلا يلا عيام شريك انا هو شريك انا الخدمه في الشعب خدمت بصح باش حاجه كبيره هذه اللي غير الصدى كبير في الخارج اللي غير الداخل كبيره على بالك ممنوعين وبالتالي القياده تاع الاتباع تعطينا اوامر تقول باللي اهدى وبعد ترانكيل ما ديرش حاجه اللي تكون يعني تبقرات ولا نغم بزاف هذا هو. لكن الميره سي عبد المجيد الموقف من السلطه قراراها واني قبيل نش الراي هذا الراي هباب الند وثيا قارن بالعباد هي تغرد خارج السرب ويغرس الرئيس وخصنا خصنا هذيك الفوضى ذي الوطنيه ونش نقال انتخابات وغرنا الشرعيه يميره 81% ولا بد على هذا الناس باش ينضموا للسلطه وسند سند الشعارات سند الشعار نسنوا الحكايه تنسن يا راجل ماني شرعي يا بدا عزيزي نحن نغرس الخبر باللي تبدا عاد ويترك فيك تشيلي شوية حضرنا الدار لنس العراس جين مخاطر وحشك وسبحان مليحة كده هو لي يبني لنس هذا وكل القصد قرش ده السلطان يقول هذا نسول لورسي هباري تقرنا القاتل ويشوي يبوس على الغرد على البيضة قرن القار القاتل يديا يجيني لكسو 40 سنة ويجبدي هنا ويجبدي يعوج بشيء لهذيك النظام ما بشيء الا الا سليم ما فيها حتى شيء بس احنا عارفين هو عارف يتسب يتسب انا ونسديت فهمت لحدا الشيخ كله ولا الفراغ من الفراغ اقول لا احنا نصح ولا الغصبي الا الشعبي كريها وراه يعني يعجز يعني متى يعني علي قنعي يغاني ومسدي ونوفي جوا تاريخ ما غير تقريبا قزون ديما يستفعيت ولكن ذاك الزون ديا اشكي الزري ديال العراق مترقع وقيل لي ديال مترقع اذا ما دخل الدرس ما الذي رقز صح هذا هو. إما يمين العباد يا سي عبد المجيد البرنامج جاي نغن صدى الشارع برنامج تفاعلي وسني ذيتشك العباد توث لاين غير سي التليفون سي سكايب ايو قرن يعني سي زيك يعني ست شهور ريميرا غير دفر قرن باللي السياسه هي ولا نخش الثقه ديال اهل السياسه هي ونخش بوتفليقه ونخش النظام هي. ايام هي نغت سن نوسان نغت ثلاثه نوسان
لا غير الافكار هي قارن ندو ثيا ذحله ولا نحضرين العباد صحاح وهذا مثل الجزائر والافكار هي لابد ان نروح غرسن وغير بتر راي انك التغير هي هذا المفاجئ للعباد. ايه على كل حال انا ساكن متاكد يعني ترجال كل ترجال الخير. ويعني يتمنان يعني يتمنان الا سوالي اللي شقرينا لما الانسان اللي حلال قال سنين. ايوه. السؤال اللي قال يا رب ان شاء الله ديروا الانسان اللي حلال. نعم. يا ما ماني الا الحال سيدي غنمشي نفرح. وماني اللي سال سيدي ورناس اللي لما يتزادوا شي دور ناس ما يعملوا هنا. ما وشي كلشا بزاف دبرين. عاش كذا فحقيقة ربي إذا أنا إلا نستنوا في كلمة مليح يعني الأمور على كل حال لا تشرب بكتياب في الدينين في الدين البنات في الدين كذا بس حشي نظر بغلام الكبير الأمور في في سربان في في رقازن لو كان يعني إلا العدل لو إلا يعني الصدق إلا يعني الإخلاص إلا قوة ربي كما في الغاية أتان مريض إلا خير الله غالبي ما نشي ما نخسر حما خير وما وغير نظري كبير إلا نقول له الخير وما زاد ورد الزهرة إلا في الأمة ولكن إذا الغالب ما تحنك في الزهرة هي التروى نغل الجيش نغل جير هنا نغير صحيح قرنا نسوق الزول هذا ما كان بس عن شنين ونغل الضرش دائما دائما عقابو حتى برضو إن شاء الله هذه أقل أني غالة هذه أطومت هذه إذا يطلع قتل الفساد أنت رجيات. طيب يا ميرس يا عبد المجيد هباب الندو ثيا يجين ندو ثيا في ذي زيرالدا ورقنس التوصيات هي في التوصيات نمر واحد غير 11 من التوصيات يا نطرى يميرا العباد العباد تسال نقارن متى هذيك ذي المرحله المقبله مكشا اذنجح نيايا بن بيتور محسن بن عباس الجبهه الاسلاميه الانقاذ سي عبد الحاسي عبد الرزاق مقري سي عبد الله جاب الله يا اللي حضرنا الندوثيه مكشا اذيك النصيحه منك يعني توجيه منك يعني شك ذا مراقص البعض يعني مكشا اذيكن باش هذا نجحن باش هذا وصلنا افكاريا الى عباد الكل ذي الجنوب ذي الشمال ذي الشرق ذي ذي الغرب متى هذيكن بعد باش وصلنا افكار نسن على كل حال يعني انا كل على بالك ليش يعني اللي تعامل كل وش يجي في الذهن ولكن ما فيش مثال ذات الطيزاي خاطر من الساعه هتوصل لغلط بلاصه ثم هذا غلطان والا هذا صحيح وذا ويستنى مليح انت هذه اول مره مقارنه شيء انا معاون الكل انا معاون الكل باش الغلطه ان نبطل هذا النظام هذا اللي فزنا هذايا اما ان شاء الله الا نرجازين ولا المخلصين ولا العقال ولا يعني الا الفضل والشعب الشعب يتسماني ماني الحق ويتسماني الا نرجازن هذه برضه ان شاء الله هذه غير الحق غير بدين الحق اهل الحق هذا وقيل هذا وقيل وان شاء الله تعالى تمر غنمشي يعني نقول في الكفايه باللي مختلفين وكل واحد يجبد وحده لا لا الا الخير ولا لا يعني صح الخلافات هذه هي موجوده ما بين جميع الشعوب ولكن السيدي هذا يطلب في قمصيها هذا القرش في قمصيها القيمه تقيتش حطاتو هذه قمصيها هذا النظام هذا تبخل الخير كما تاكو بصح انا خسران معاون كل تنفس الساعه ولا من ان شاء الله ولا الا الا لبنان ولا رجال الموحدين لا ما تخلص ما تخلص بربي ان شاء الله ان شاء الله سي عبد المجيد ان شاء الله سي عبد المجيد شليحي بارك الله فيك عبد المجيد شليحي لن احد المناضلين الجبهه الاسلاميه للانقاذ بارك الله فيك الشكر مقران مشاهدينا الكرام اهباب نجيو نغلان سي تثلاين نقصي الجزائر سي عبد الحميد شيبا سعيد زيدي رمضان اوراق كذلك سي عبد الحميد شيبا لنا ثلاثة فقط أن بالنسبه لي عبد الله مش بالنسبه لي عبد الله ان نعتذر بالنسبه لبوزيد شيبان يحضرش اسا اذ نغور نغوص بطل الخضر ان شاء الله الاسبوع المقبل نولي نثلاي اذ الشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام على اللقاء سلام عليكم.